أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة من مبادرة اسأل الرئيس، بحيث يستقبل الرئيس السيسي أسئلة المواطنين خلال الفترة من 10 وحتى 15 من يناير الجاري، وذلك عن كل ما يتعلق بفترة رئاسته الأولى. ومن المقرر أن يجيب الرئيس عن الأسئلة بعد يوم 15 من يناير. جدير بالذكر أن مبادرة اسأل الرئيس قد أطلقت عن طريق صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجاب الرئيس السيسي عن الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام الداخلي والخارجي خلال مؤتمري الشباب بالإسكندرية والإسماعيلية في جلسة خاصة تحت عنوان اسأل الرئيس.